شوي الطريقة الأمثل للرد على المشككين بالسنة النبوية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اغلب اللي بيتكلموا دلوقتي يعني بيتكلموا بجهل اصلا، لا حد فيهم دارس حديث او حد فيهم بيتكلم بعلم عشان الواحد يرد عليه. يعني واحد زي مثلا اللي بيطلع يتكلم وبيشكك بيفكرني بذبابه وقفت على نخله ولما جت تمشي بتقول لها اثبتي فانا رحيله عنك، فراحت قالت لها ايه، ايتها الذبابه ارحلي حيث شئتي، فوالله ما شعرت بك حين هبطتي فكيف اشعر بك حين ترحلين. فهو فاكر نفسه يعني جامد جدا وفاكر نفسه ان هو بقى العلماء هيعملوا مجلس عشان يرد عليه، بينما هو اصلا ما بيقولش حاجه بعلم، مش فاهم هو بيتكلم في ايه. فكرني بواحد عمل قال لك مذهب ان مفيش حد عايش، انا بس اللي عايش وكلكم ميتين وكلكم جزء في خيالي، تمام؟ فده يعني مش مثال ان حد يطلع يرد عليه لان هو بيتكلم ضد المنطق خالص. العجيب ان في ناس كتير اتبعوه، تمام. فواحد زي دوت مش مثال ان الواحد يفضي نفسه او مش مثال ان العلماء يفضي نفسهم عشان يرد عليه، لان هو ما بيقولش حاجه جديده، ده هو بيدور في الشبهات القديمه اللي الناس ردت عليها من الاف السنين، وبيدور في اي كتاب كده على اي شبهه الرد مكتوب تحتيها، بس هو لا فاهم السؤال ولا فاهم الرد وبيجي يتكلم. علم حديث من العلوم اللي يفتخر بها المسلمون والمستشرقين بيقولوا فليفتخر المسلمون بعلم حديثهم. علم قاعد يناقش موضوع السند، الكلام ده ثبت صحته لمن ينسب ليه ولا لا. يعني لو العلم ده كان موجود ايام زمان كنا تيقنا ان مثلا افلاطون وسقراط قالوا الكلام ده ولا لا. علم الحديث بيشتغل على السند. يعني ايه السند؟ يعني واحد جاي يقول لي مثلا نختار واحد محترم مثلا زي الدكتور احمد زويل بيقول ان مفيش حاجه اسمها فلك وبتاع وان كل ده تخاريف وان مفيش كواكب. طيب انا في علم الحديث بنناقش السند، بنبدا نشوف مين اللي قال لك الموضوع دوت. مفيش حاجه اسمها سمعت، لازم تقول لي فلان عن فلان عن فلان، او انت سمعت الدكتور احمد زويل بنفسك، ونبدا نشوف الراجل ده ثقه ولا مش ثقه وحافظ ولا مش حافظ. كتب تراجم رهيبه جدا، الاف المجلدات موجوده بتقول لي فلان قابل فلان ولا لا، فلان كذاب ولا لا، فلان ده عدل ولا لا، تمام. فتيجي بعد كل ده وتعايز يمسح كل ده بجرد قلم؟ ما ينفعش، تمام. يعني هو واحد مثلا يقول لي ده مفيش حاجه في جسم الانسان، جسم الانسان كله مفيش حاجه، وكل العلماء احياء ما بيفهموش، فعايز يمسح علم من العلوم اللي العلماء كلها شغالين عليهم بقالهم سنين بجرد قلم، وفاكر نفسه العلامه الفاهمه. لا، ويعني هو اصلا ما بيتكلمش بذوق. انا ان شاء الله هنتكلم بذوق وهنرد عليه بادب من غير ما نغلط في حد ومن غير ما نشتم ولا نستعمل الاسلوب بتاعه. يعني احنا لينا قيمنا ولا نتنازل عنها ابدا، وبرده مش هنقعد نذكر اسامي، رغم ان هو بيقعد يذكر اسامي علماء افاضل باسلوب مش سليم ومش مهذب، تمام. وحتى اللي يعني اللي هم الاتجاه اللي هو مثلا الليبرالي وكده في مصر، حتى غير المسلمين بيقعدوا يتريقوا عليه. يعني شفت بعض الناس زي الاستاذ يوسف زيدان من الناس المحترمه، الواحد قرر لها كذا كتاب، قال لك ايه ده، ازاي بتيجي بتمسح كل العلم ده بمجرد قلم، تمام. فهو الفكره كلها ان الرد احسن رد على واحد زي دوت، اولا ما نشوفش حاجه من اللي هو بيعملها، يعني لان هو اصلا مش علم، هو بيجيب شويه حاجات ليس لها علاقه بالعلم ويقعد ينشرها، بيجيب شبهات وراح حاططها. يعني بتفكرني بواحد كنا بنتكلم في موضوع اللغه العربيه في القران وبتاع، فعايز اقول لك ان القران فيه غلطات نحويه ولغويه وحاجات زي كده. القران اصلا من قبل النحو، يعني علم النحو ده بني على اساس القران، والرسول عليه السلام كان عربي، يعني حتى لو لم يكن نبيا فهو عربي، وكان كل العرب اللي حواليه محدش قال له في كلمه غلط، مفيش حاجه قال له في الاعراب، انما تلاقيه هو اصلا دارس لحد تانية ابتدائي ولا ثالثه ابتدائي نحو، ولا عارف ان في حاجه اسمها الاسماء الخمسه، ولا عارف ان في نائب فاعل، ولا عارف اي حاجه خالص، وجاي يعترض. يعني تعالى ادرس، ابدا ادرس، ومفيش حاجه ممنوعه في الاسلام، مفيش، المسجد بسيط جدا عباره عن اوضه وجنبيها دوره مياه عشان لو حد عايز يتوضا، لا
الأكثر لا في أوضة مقفولة ولا في أسرار ولا في مذبح ولا في حاجة خالص. تمام؟ فأنت في أي وقت عايز تدخل الجامعة مجرد تدخل تصلي في الجامعة، عارف إن في واحد مثلا هيشرح علم الحديث، بعد الدرس اقعد اسمع علم الحديث وافهم يعني علم الحديث. مفيش حاجة ممنوعة، مفيش حاجة اسمها كتاب ما بيدرسوش غير المشايخ وممنوع إن هو يتبع والكلام ده كله. تيجي تحضر وتسمع الدرس ومفيش تذاكر على باب الجامعة، معلومة مؤكدة يعني. تدخل وتحضر وتسمع الدرس إن شاء الله يعجبك، وبعد كده لو عندك أسئلة اسأل. لو عندك أسئلة إيه ده وإزاي دوت والحاجات دي كلها، لأن هو بيتكلم في حاجات بدائيات، بيتكلم في حاجة الرد عليها في نفس الصفحة، بيتكلم في حاجة الرد عليها في نفس الصفحة، يعني يعترض على الحديث صحيح البخاري في نفس الصفحة الرد عليها. تمام؟ فأنا شايف إن أحسن رد إن إحنا ما ننشرش الحاجات ديت، لأن عاملة زي إن حصل حريق في بيت، فالناس جاية عايزة تطفي، في كل واحد بياخد حتة من الحريقة ويرميها في بيت. يا عم أنت كنت تنشرها. يعني اصلا الجريده او البرنامج التلفزيوني دوت بيشاهده مثلا 50 60 واحد 100 واحد.